قدمنا بجوج ديال الطلبات. الطلب الاول احضار المحجوز اللي المتمثل في الايفون ديال المؤازر توفيق بوعشرين، كونه انا كنعتبره فيه حجج ضامغه، كون السيد الوكيل العام اعتمد على دعامه الكترونيه اللي هي الفيديوهات حتى لاثبات ما سطره في صك المتابعه ضد توفيق بوعشرين، حتى انا كنعتبر عندي حجه ضامغه اللي هي ما هو مسجل بالرسائل ديال واحد السيده مطالبه بالحق المدني، والرسائل اللي هما مسجلين من طرف المطالبات بالحق المدني اللي كانوا كيرسلوهم المؤازر توفيق بوعشرين. هذا كان الطلب الاولي. الطلب الثاني كنت التمست واحد السيد اللي عاد جا تنصب كمطالب بالحق المدني مما راودني واحد الشكوك اللي واحد السيده هي موظفه في الجريده وكتوفر على المفاتيح، واللي كنت شفت انا في الفيديو كانوا جوج سحاقيات كيمارسوا الجنس، وكان واحد السيد اللي اثار انتباه ديالي. انا سبق لي قلت بان في واحد التصريح بان كيبان لي واحد السيد صور غامضه بالابيض والاسود، سيد طويل القامه كتيف الشعر، اللي تبين لي في واحد الصوره اللي استخرجناها من عبر المواقع التواصل بانها راه كتشبه السيد اللي كان مع السيدتين، وهي كتوفر على المفاتيح لكل الشكوك كيف ما قلنا بانه توفيق بوعشرين. احنا اليوم لقينا السيد شكون هو اللي في الفيديوهات، اللي النيابه العامه خاصها تتحقق من هذه الواقعه، خاصه بان عنده مصلحه ومنفعه جات تنصب كمطالب بالحق المدني. يعني ماشي بعيد الامر غادي يكون هذاك هو الشخص اللي كاين تما، خاصه حنا كنعرفوا المراه المغربيه ما كيمكنش تسامح في الخيانه الزوجيه، او الرجل اللي كيجي كينصب نفسه كمطالب بالحق المدني ما يمكنش باش تهضم ليه هذه الواقعه ويجي يتنصب كمطالب بالحق المدني وهو عايش حياه سعيده منسجمه للغايه. كان الدفع الثاني ديالنا بخصوص تقرير الخبره، دفعنا بان الفصل 128 من الدستور بان الخبره اسندت لواحد الطرف في الدعوه اللي هو النيابه العامه، والنيابه العامه راه هي المركز التقني اللي تابع للدرك الملكي اللي انجز الخبره، هو كان كيتسمى المرؤوس والرئيس، بان الدرك الملكي تابع لرئاسه النيابه العامه، مما احنا واخا عندنا ثقه كبيره والكفاءه ديال الدرك الملكي الا ان عنصر الحياد ما متوفرش. اضف بان اكدنا على البراءه ديال توفيق بوعشرين، بان النيابه العامه بالاضافه لاستنادها على الفيديوهات اكدت بان شهاده الشهود كافيه، اعتبرت المطالبات مره كتعتبر المطالبات بالحق المدني انهم شهود. هذا لا يعقل، لان الفصل 354 الشهود هما اللي كيؤديوا اليمين القانونيه امام المحكمه، وما كتكونش عندهم مصلحه وكيكونوا خارج القاعه. هاد اللي اعتبرتهم النيابه العامه راهم طيلات المناقشات المراحل ديال الدعوه كانوا حاضرين في الجلسه، ما أدوش اليمين القانونية واستمعت لهم المحكمة كشهود بدون أداء يمين وكانوا حاضرين. وأضف إلى ذلك الفصل 331 من قانون المسطرة الجنائية كيقول بأنهم اللي كيتنصبوا كمطالبات بالحق المدني ما يمكن لهمش يكونوا شهود. إذا كاين واحد التناقض كبير، وجميع المصرحات اللي كانوا جاوا وأدوا اليمين القانونية أكدوا بأنهم لم يتعرضن إلى اغتصاب أو اشتكوا من توفيق بوعشرين كونهم اغتصبهم أو جندهم أو نقلهم، وجميع القانون التعريف ديال التجار في البشر لا ينطبق على الأفعال اللي هما كيعني لنا. احنا ناقشنا جريمة التجار البشر وعطيها التعريف القانوني ديالها والتعريف الفقهي بانها اللي من الاركان ديالها بانها خصها تكون واحد المنظمه، يعني شبكه اللي كتكون من واحد من ثلاث اشخاص وما فوق، وبالاضافه خصها يكون فيها التجنيد، النقل، الاستغلال الدعاره، يعني ماشي ممارسه الجنس، استغلال، انا نسخر واحد الشخص لواحد الناس اخرين باش انا تكون عندي واحد المنفعه ماليه، وكل هذه الافعال يستلزمها فقدان الاراده اللي هو العنصر الاساسي، فقدان الاراده، مما هذا الشيء كامل اللي كيدل بان راه توفيق بوعشرين البراءه ديالو ظاهره، وهذه الافعال المنسوبه اليه لا تنسجم مطلقا مع ما هو مصدر في صك المتابعه.